عبد الرحمن، بدي اسال الاستاذ محمد، المكتب التنفيذي او يعني فكرته هو اعتقد هي اللي كانت البدايه يمكن في التاسيس، ساعدتك حتى في بدايه فترتك الرئاسيه تتذكر طبعا اكيد. المكتب التنفيذي تاسس 2009، كانت فكره وتاسس 2009 واستمر من 2009 حتى الان. انا جيت وبعد تاسيسه بثلاث سنوات او اربع سنوات بس قاد المرحله، اظن مهمه جدا بدايه رئاستك بالذات لما دخل معاكم جدا عمل كبير استراتيجي نعمل جميع صراحه كاداره واحده لهم عمل جبار صراحة. الآن استمر المجلس التنفيذي تم الآن 10 سنوات تقريبا في التعاون. طبيعة العلاقة معليش ترى مي واضحة، أنا أعلق من الناس مي واضحة، هم الرئيس وأنت فقط مندوب لا. لهم لا يعني لا. أو لا شوف، المجلس التنفيذي هو اختصار للأعضاء الشرف بشكل كبير، يعني مجلس يكون أنت كرئيس نادي، حتى لا يجي محمد القاسم أو غيره يحمل النادي مديونية، يحمل النادي مشاكل ويطلع ويجي غيره رئيس ثاني. فهي وضعت هذه استراتيجية لازم تكون متوافقة مع أهداف النادي. أنا أهداف النادي إني أنا ما يكون عندنا مديونية، نصفر المديونيات، نمشي على رواتب متقاربة ما نتأخر، إنه نبني فريق لمدة 3 سنوات 4 سنوات، نبني فريق قوي وله هيبته. هذه الأمور هذه كيف تسير؟ انه ما نضع خطوط حمراء ما نتجاوزها، يعني نضع ميزانيات محدده نمشي عليها. وهذه الامور يعني مجلس تنفيذي حتى مشارك فيه الرئيس ونائب الرئيس يكون موجودين فيه. مو قضيه حتى الداعمين، يعني الناس اللي فيه ما حتى لو دعم يعني مش ياخذ قرار ولا خذوا القرار، لا ما في بالتصويت في القرارات الاستراتيجيه فقط. يعني انا جاء محمد القاسم اليوم ما عجبه المدرب بدر وقال بشيله، لا، نادي التعاون مش محمد القاسم، نادي التعاون مجموعة رجال وأعضاء شرف وجماهير، يناقش مع المجلس التنفيذي يرفع الرؤية لهم ونجلس مع بعض ونصوت، حتى لو اختلفنا نصوت مع بعض ونأخذ القرار الأصلح. يعني أفهم أي قرار اتخذ في التعاون كان فيه تصويت عليه؟ لا أنت تقول الاستراتيجي، أي قرار استراتيجي، إيش تقصد بالاستراتيجي عشان أقدر أفرق؟ يعني أضرب لك مثال، إحنا بنختار القرارات في النادي اللي هي إزالة مدرب، شيلة مدرب، هذه أنا أخطر قرارات وأصعبها. يعني اللاعب لا، التعاقدات حتى لا، يعني ما للأمانة شغل إدارة مستقبل وهم يطلعون عليه، ولكن يكون فيه ميزانية محددة. يعني اللاعب يعني الحمد لله اليوم اللاعبين التعاون الجميع يشيد بهم، ولو تعرفوا ميزانيتهم تستغرب، يعني في ميزانية محددة ما تتجاوزها، حتى مراكب نادي التعاون ديون يكون واضح وصريح للجميع. اسمح لي عبد الرحمن.